كنترول سيستم بلوك دياجرام. موضوع بلوك دياجرام راح نتعرف احنا على سامينج بوينت، برانش بوينت، اوبن اند كلوز لوب سيستم، دايناميك تو بلوك دياجرام، بلوك دياجرام رولز، تطبيق او مثال اخير. سامينج بوينت راح تكون إشارة داخلة لهذا A، هذا راح يكون A ناقص B ناقص B. السالب راح يكون للبي، الموجب راح يكون للاي. هاي مثل سامينج بوينت. برانش بوينت، البرانش بوينت راح تكون عندنا بالكلوز لوب سيستم. كمثال بالرسم راح يكون عندنا إشارة داخلة هنا بقوانين لابلاس، كلها تحويل إلى لابلاس، يعني الدايناميك راح يتحول إلى لابلاس. هذا الاوتبوت، هذا الانبوت. هنا اوبن لوب، نظام مفتوح. الكلوز لوب راح يتكون عندنا برانش بوينت راجعه، وهالغرض منها تصحيح الاشاره والتخلص من ايرور، راجع للسامينج. وهذا النظام يسمى فيدباك، هذا يسمى فيدباك. الكلوز لوب راح تتعدل الإشارة الخارجة بالمواصفات المطلوبة، يتم المقارنة بين الإشارة خارجه والداخلة عن طريق حساس حتى يتخلص من الإيرور. هنا راح نرسم نظام دايناميك. نحوله إلى بلوك دايجرام. هنا راح يكون عندنا قاومة، هنا متسعة، فمن نحوله إلى بلوك دايجرام راح ناخذ لابلاس لكل عنصر من عناصر هاي الدائرة. راح يكون عندنا هنا
point. هنا المقاومة لابلاس واحد على R. Out plus not tear راح يكون tear plus راح يكون عندنا branch point بإشارة سالبة ترجع للسماء. قبل هذا خلينا نمثل ال متسعة. المتسعة راح تكون هنا متسعة واحد على سي باللابلاس هنا راح تكون برانش بوينت راجعة. نتحول من دايناميك الى بلوك دايجرام عن طريق استخدام لابلاس. بلوك دايجرام ريدكشن اختزال العناصر راح نكون عندنا دائرة صغيرة عن طريق البلوك دايجرام. فراح ناخذ كم قانون نستخدمه لتبسيط الدوائر. جي اي دالة هذا الانبوت ار مثل ار والاوتبوت سي. فلما نريد نستخرج الاوتبوت سي راح يكون عندنا الجي مضروب في ار. لا نخلي البوينت راح يكون هيجا. بينما اذا نريد نستخرج الداله جي راح تكون عندنا الجي هي السي اوتبوت على الانبوت. إذا كان عندنا أكثر من دالة التوالي حتى نكونها ببلوك دايجرام واحد راح يكون عندنا الدوال اللي متوالية راح تنضرب جي واحد جي اثنين. سم بوينت سم بوينت نريد نستخرج منها الاوتبوت. فراح تكون الاوتبوت حسب الاشارة موجب باي موجب ار ناقص اكس. هذا راح يكون عندنا الاوتبوت. في الاشارة اللي تكون بالسيومينج هي نفسها راح تكون عندنا بالمعادلة مال الاوتبوت. اذا عندنا
نوعين أو اثنين من السامينج نقدر نحول وحدة مكان الأخرى. مثلا هنا نقول y هنا x، الموجب هنا سالب موجب. احنا هاي الإشارة الموجبة الدخولية راح تكون، فنقدر نحول هاي هنا هاي هنا بدون ما يأثر على الحل. إذا كان عندنا دالتين متوازية توازي نكونها ببلوك دايجرام واحد، أو نقللها نقلل الدائرة اللي على التوازي راح تجمع. هذا جي واحد، هذا جي اثنين، اللي على التوازي تجمع واللي على التوالي تضرب. W هنا R دخول هنا الدالة G، هذا الـ output. إذا غيرنا مكان السمك مكان G ورجعنا الدالة G مكان السمك، راح يكون عندنا هيجي. راح نجيب الدالة من اليسار هنا، نخلي السمنج تروح على اليمين. هنا موجب سالب، هذا الأوتبوت. فاحنا إذا نحول الدالة جي بعد السمنج، راح نضيف على برانش بوينت اللي راجع، راح نضيف دالة. W R نفسها ناسي ناسي راح تساوي R G ناقص W G. R وال G W وال G هنا نفس الحالة، ما راح نتغير كل شيء، هم نفسه R G ناقص W G، W مضروب في G بالناقص، ال R مضروب في G بالموجب. هذا موجب R G، هنا سالب W G، على التوالي تضرب. لأن القوانين لازم نفهمها حتى نبسط الدائرة ونلقي بالأخير دائرة واحدة سهلة. سبعة، إذا عندنا هنا دالة تدخل بإشارة موجبة هنا الخروج، ومنها برانش بوينت
تعداد لآخره، تدخل إشارة سالبة. هذا ما يمثل فيدباك لأنه ما راجع، فهذا يعتبر التوازي، يعتبر دوال على التوازي. فاحنا نعرف إذا كانت الدوال على التوازي راح تجمع، وتجمع بنفس الإشارة، فراح يكون عددنا هنا الجي أولى موجبة، هنا سالبة للجي الثانية، راح يكون سالب هنا جي اثنين، هنا اثنين هي الموجب، راح يكون موجب بموجب. مرات يعطينا مدخلين ومخرجين، وحتى نحل هاي الدائرة نجعل المدخل الأول مع المخرج الأول يساوي صفر، ونحل الدائرة البسطة بهاي القوانين، وبعدين نجعل المدخل الثاني والمخرج الثاني يساوي صفر، ونبسط بهاي القوانين حتى تكون عندنا دالة بالأخير. هسه هنا راح ناخذ القوانين، هنا كاتب لنا original block diagram، هنا الدائرة المكافئة للبلوك. فهنا إذا احنا نريد نخلي الجي على اليمين ونخلي السامينج بعد الجي، راح ان شي يصير بالدائرة المكافئة، راح تبقى السامينج هنا ويتحول الجي بهذا الاتجاه. بس شو نسوي؟ راح نرجع الجي واحد على جي، يعني هذا البرانش بوينت راح نقسمها واحد على جي. هاي اذا حولنا السامينج بعد الجي، هذا قانون، هذا نحفظ هذا الشكل بالتحويل. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا عندنا دالة وال branch point نريد نرجعها بعد ال G، هاي branch point نريد نرجعها بعد الدالة، فراح احنا بال branch point راح نضيف دالة. هالقوانين حفظ. هنا اذا عندنا ال branch point بعد ال G ونريد نقدمها لا قبل الجي، راح يكون عندنا هنا الدالة تنزل نفسها، ومن نقدم البرانش بوينت بعد الجي راح نقسم على جي، لان احنا من راح نرجعها راح يكون هنا نضيف جي، هيك راح يكون واحد. اذا نرجعها منا راح نضيف هنا جي، فتبقى واحد، ترجع لهذا الشكل. فاحنا نحفظ بالاتجاه، هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، لأن راح نستفاد منها التبسيط. هنا إذا عندنا دالة فيدباك، فإحنا اللي على التوازي، هنا دالة على التوازي سامينج بوينت، نقدر نسويها بالدائرة المكافئة الأخرى طريق هذا الشكل، واحد على جي، يعني ضفنا هذا خليناه واحد، ضفنا واحد على جي، وخلينا الدالتين على التوالي فيدباك راجع. هذا نقدر حسب القانون مال الفيدباك. اي، وحتى نفهم شلون تكونت هاي الدالة من هاي الدالة، لازم بالبداية ناخذ القانون مال الفيدباك. هذا الفيدباك، فيدباك اي برانش بوينت راجع بإشارة موجبة او سالبة. القانون راح يكون جي واحد اللي هاي هي تمثل على واحد موجب ضرب الدالتين، جي واحد في جي اثنين، جي واحد في جي اثنين. اذا هنا الإشارة سالبة فراح يكون الإشارة هنا موجبة، إذا كانت هنا الإشارة موجبة راح تكون الإشارة هنا سالبة. فهذا قانون. نرجع لهاي الدالة،
إذا طبقنا هذا القانون على هاي الدالة راح يكون عندنا هذا الفيدباك هنا على التوالي. راح يكون عندنا هنا جي واحد في جي اثنين راح تنضرب جي واحد في جي اثنين راح تكون بدالة هذا الأوتبوت بي هنا سامي بوينت واحد على جي اثنين مدخل هنا فيدباك. فإذا أخذنا الفيدباك هنا هذا جي واحد هي تمثل هاي كلها جي واحد في جي اثنين على واحد موجب الدالة في واحد هذا يمثل واحد هذا واحد لأن ماكو دالة جي واحد جي اثنين تكونت هاي البلوك من الفيدباك وهاي البلوك واحد على جي اثنين اللي على التوالي حسب القوانين السابقة راح تضرب. احنا راح نضرب هنا جي واحد جي اثنين واحد موجب جي واحد جي اثنين في واحد على جي اثنين هاي جي واحد راح تروح ويا جي اثنين راح تروح ويا جي اثنين فراح يبقى جي واحد على واحد موجب جي واحد جي اثنين هاي بقت الدالة الأخيرة اللي هي نفسها بهذا القانون جي واحد على واحد موجب جي واحد جي اثنين. فالفيدباك هذا نقدر نخليه بهاي الشكل ونقدر نخليه بهذا الشكل حسب ما مطلوب تبسيط الدائرة. هنا راح ناخذ ملاحظة فيدباك نون فيدباك مثلا عندنا شكل البلوك دايجرام هنا ال R input هنا دالة جي هنا الاوتبوت وعندنا منا فيدباك مثل اتش يدخل على اشارة موجبة هذا فيدباك لان برانش بوينت راجع فراح يكون القانون بالتطبيق للفيدباك حتى نكون بلوك دايجرام هو جي هاي جي اي دالة يعني اي دالة ينطينا اياها والاتش اي دالة ينطينا اياها نقدر نمثل راح يكون القانون مالته الدالة جي هاي على واحد هذا ثابت واحد احنا هنا الاشارة موجبة فراح يكون هنا سالب جي واحد الدالة هاي في هنا واحد جي واحد او اي جي في اتش هذا قانون الفيدباك. خل نفرض احنا هنا عندنا اشارة سالبة راح يكون القانون للفيدباك جي على واحد موجب جي اتش هنا واحد عادي يعني هو اي جي هاي اذا كانت الاشارة اذا كانت الاشارة سالبة للسمك هاي اذا كانت الاشارة موجبة للسمك بينما اذا اعطانا شكل
دي تدخل على السامنج موجبة هنا output ومنها H يدخل بإشارة سالبة. هذا ما نقدر نعتبره feedback لأن للأمام رايح للسامنج بوينت. الفيدباك هو branch point راجع للسامنج. هنا راح يكون على التوازي راح تجمع او تطرح حسب الاشارة. راح تكون عندنا البلوك بهذا الشكل جي موجب اشارتها ناقص اشارة الاتش السالبة. هذا راح يكون عندنا بلوك دياجرام. اذا كان عندنا شكل قبل هذا الشكل هنا مثلا عندنا بهذا الشكل سامنج بوينت هنا يدخل هنا مخرج جاي منا دالة جي تدخل لهاي السمك. هذا ايضا ما يمثل فيدباك فراح يكون تمثيل هنا هنا بس خط يعني ماكو دالة فهذا راح يكون واحد. فالتمثيل بالبلوك دايجرام راح يكون جي هذا اشارته موجبة هنا هم اشارة موجبة موجب واحد. بس بالفيدباك خل نمثل بالفيدباك هنا سامنج بوينت موجب للانبوت هنا دالة جي اوتبوت منا فيدباك بدون اتش بإشارة سالبة. فراح يكون قانون الفيدباك يساوي جي بالبسط على واحد هنا بما انه إشارة سالبة راح يكون موجب جي اللي بالبسط في واحد الواحد هو هذا هذه مثل واحد. خلينا ناخذ مثال هنا منطينا مثال يريد الترانسفير فاكشن لهاي الدالة. هنا منطينا سامنج بوينت دالة فيدباك راجع هنا. أول شيء راح نبسط هاي الدالة إلى هاي الدالة. شو نسوي هنا؟ أول شيء ناقل السامنج بوينت هاي ناقلها بعد الدالة. هنا صايرة من ننقلها بعد الدالة هذا ال H راح نقسمه على G حسب القوانين السابقة. راح يكون H 2 على G. فهنا صار دالتين على التوالي هاي الدالة وهاي الدالة صارن على التوالي. نخليها فيدباك بإشارة موجبة. يعني احنا هسه كوننا دالة الفيدباك هي هاي. هاي الدالة راح نطبق عليها القانون مال الفيدباك اللي هو جي. الجي راح يمثل G
جي واحد في جي اثنين لأنهن على التوالي راح تضرب على واحد ناقص لأن الشارع هنا موجبة جي اللي راح تمثل هاي جي واحد في جي اثنين في اتش الاتش اللي يمثل الفيدباك الراجع هو هذا فتكونت عندنا هاي الدالة عن طريق التطبيق بهذا القانون يعني هاي الجي هاي الجي تمثل اي دالة مثلا هنا دالتين على التوالي راح يكون جي واحد في جي اثنين راح تمثل هاي الدالة وكذلك نفسها هي نعوضها هنا بعدين تكونت عندنا دالتين هنا على التوالي ويا جي 3 وفيد باك راجع ال H على جي 1 فيد باك من جوا الإشارة سالبة هذا يمثل رقم 1 هنا هذا كله هذا راح يعتبر فيدباك وحسب التطبيق بهذا القانون جي على واحد موجب او سالب حسب الاشارة جي في اتش الاتش يمثل اي شيء راجع هنا الاتش راح يمثل واحد حسب التطبيق بهذا القانون راح يتكون عندنا هاي الدالة البلوك دايجرام وهنا الفيدباك الراجع الجي حاليا راح تمثل ذني على التوالي هاي الدالة في مضروبة في هاي الدالة يعني جي واحد جي اثنين جي ثلاثة على واحد ناقص جي واحد جي اثنين اتش واحد وهنا ال H راح يمثل هنا ال H بهاي راح يمثل واحد بس بهاي الدالة هاي راح يمثل هذا الراجع اللي هو H 2 على G 1 بعد ما بسطنا الدالة راح تكون عندنا هذا الشكل ونطبق قانون الفيدباك نفسه G G على 1 موجب سالب G في H هذا راح يكون ال H 1 هاي راح يتمثل الجي وهذا راح يمثل قانون الفيدباك اللي راح يستخرج لنا هاي الدالة هنا ينتهي الحل هنا راح ناخذ مثال اخير قال لنا فاين ترانسفير فاكشن سي على ار انتهينا هاي الدالة ار جي واحد موجب هنا سالب جي اثنين هنا الاوتبوت هنا سالب هنا موجب الحل اول شيء راح نشوف هاي الدالة راح نكون هنا سيومك وحدة
يعني حسب القوانين احنا بنقدر نخلي الاسيومنج اثنين او نخليها واحدة اذا كانت الاشارات متشابهة. فهنا الاسيومنج كوناها اسيومنج واحدة ناجي واحد انبوت جي ثلاثة راح تدخل سيمينك هنا إشارة سالبة. ليش إشارة سالبة؟ لأن إحنا عندنا هنا موجب هنا سالب، الناتج راح يكون سالب. هنا جي ثلاثة هنا هاي جي اثنين جي اثنين والاوتبوت سي هنا الاتش اللي راح يمثل فيدباك انه راجع يدخل باشارة موجبة. ليش موجبة؟ هنا سالب هنا سالب فتكون محصلة موجبة. بعدين راح نطبق القوانين هنا الدالتين على التوالي، بس هاي مو فيدباك لان هذا يتقدم نحو السيومينج. راح يكون عندنا دالة هاي الدالة جي واحد اشارتها موجبة هنا جي ثلاثة اشارتها سالبة، يعني راح يكون ناقص جي ثلاثة على الار. هنا راح يكون عندنا فيدباك لان هاي البرانش بوينت ترجع للسيومنج باشاره موجبه. فقانون الفيدباك هو جي على واحد موجب سالب جي اتش. اتش هنا يمثل اي داله مو شرط يعني الا اتش. فنطبق هنا جي اثنين على واحد هنا موجب راح يكون عندنا سالب جي اللي هي جي اثنين بي اتش اللي هي نفسها الفيدباك. هذا اوتبوت. بعدين هنا الدالتين على التوالي حسب القوانين الدالتين على التوالي راح تضرب، راح يكون عندنا جي واحد مضروب في جي اثنين ناقص تنزل هذه الإشارة جي ثلاثة مضروب في جي اثنين على واحد ناقص جي اثنين اتش. هذا راح نخليه ببلوك. هاي ابسط تبسيط لل ترانسفير فاكشن اللي هو سي على ار بموضوع البلوك دايجرام. احنا نقدر نراجع القوانين السابقة هالقوانين هاي الدالة راح يكون المخرج السي هو جي في ار يعني مضروبة، الدالتين اللي على التوالي راح تصير ضرب. الاسيومنج بوينت هاي النقطة الثالثة نقدر نكونها بمعادلة، والاسيومنج بوينت نقدر نحول وحدة من مكان لأخرى ونقدر نفصل الوحدة اللي نسويها اثنين. بينما النقطة الخامسة الجي اللي على التوازي راح تجمع حسب الإشارة. النقطة السابعة هذا ما يمثل فيدباك، راح تكون جي على التوازي راح تطرح لأن الإشارة سالبة. هكذا نراجع هالقوانين. الغرض منها حتى نبسط أي دائرة على قوانين أخرى. نقدر نراجع قوانين الفيدباك، نبسط أي دائرة مثل هاي
لا لا أنا صغيرة. transfer function تسميها. هذا مثال.